في الحقيقة واحنا بنتكلم عن شهر يونيو زي ما احنا متعودين منذ بداية الشهر ده، الشهر العظيم اللي حدثت فيه ثورة 30 يونيو اللي خلصت مصر يعني من جماعات إرهابية أرادت طمس الهوية المصرية، ويعني تم استعادة الدولة مرة أخرى من جديد. واحنا بنتكلم على 10 سنين من انطلاق هذه الثورة، بنتكلم على الإنجازات اللي اتحققت في كل الملفات، ومن بين الإنجازات دي محدش يقدر أبدا يقول إن مفيش طفرة حقيقية حصلت في ملف العمل الأهلي والجمعيات الأهلية تحديدا، لأن مفيش شك إن العمل الأهلي والمجتمع المدني خد خطوات كبيرة، خد خطوات جادة جدا بعد ثورة 30 يونيو، خاصة إن الدولة المصرية اهتمت بملف المجتمع المدني باعتبار إن يعني المجتمع المدني هو شريك أساسي في عملية التنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ميت حقوق الإنسان، ويمكن شريك كمان في عملية التنمية بكل أبعادها بقى، سواء كانت سياسية سواء كانت اقتصادية سواء أيضا كانت اجتماعية. يمكن ده انعكس كمان في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد اللي تضمن تيسيرات وتضمن أيضا ضمانات بتعزز من العمل الأهلي المجتمعي في مصر. خلينا نتكلم على تجربة مهمة هي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ده تحالف أطلقه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس السنة اللي فاتت، بيضم 32 كيان خدمي وتنموي من رواد العمل المجتمعي في مصر تحت مظلة واحدة. نقدر نقول إن إجمالي المتطوعين وصل عددهم فيه لأكثر من 250 ألف متطوع بيقدموا خدمتهم لأكثر من 30 مليون مستفيد على مختلف أماكن الجمهورية. ده هي منا، ويمكن مش بس هنتذكر انطلاقه في يعني شهر مارس العام اللي فات، خلينا بس نتذكر من قريب رمضان وقبل فعلا حلول شهر رمضان لما شفنا جمعيات المجتمع المدني تحديدا تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لما أطلقوا مبادرة كتف في كتف، المبادرة طبعا اللي انطلقت من استاد القاهرة وكانت بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شفنا قد ايه هي مبادرة ذات بعد إنساني، مبادرة من المصريين للمصريين، مبادرة كان الهدف الرئيسي منها توزيع كراتين الخير على أهل الخير وعلى أهلنا المصريين قبل انطلاق هذا الشهر تحديدا. يمكن فعلا التحالف الوطني كان ليه دور كبير جدا في الفترة اللي فاتت في دعم منظومة شبكة الحماية الاجتماعية، كمان تقديم الخدمات لأهلنا في القرى الأكثر احتياجاً، ويمكن ده هو الهدف الرئيسي اللي علشانه تم تجميع وتوحيد الجهود تحديداً للوصول لأكبر عدد من مستحقي هذه الخدمة. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كمان كان موجود بمبادرات في كل المحافظات، وده لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، زي مبادرة ستر وعافية أو حملة ستر وعافية اللي استفاد منها حوالي 10,000 مواطن. كمان المبادرة الاستثنائية اللي اتكلمت فيها يمكن مع منا، وهي مبادرة كتف في كتف، المبادرة اللي كانت أكبر حدث وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل للأهلي التنموي المصري، ويمكن المبادرة دي شارك فيها أكثر من 50,000 متطوع، واستهدفت هذه المبادرة تعبئة وتوزيع أكثر من 5 ملايين صندوق من صناديق المواد الغذائية، وتم توزيعها في كافة ربوع الجمهورية تحديدا. يمين فكرة المميزة اللي موجودة يمكن في التحالف الوطني إن حصل مظلة كبيرة كده، أو حصل تجمع ضم فيه كل الجمعيات اللي لها تجارب ناجحة في مساعدة محدودي الدخل في كل القرى وفي المناطق الأكثر فقرا. يمكن عشان كده كان في تنوع في الخدمات اللي بتتقدم، يعني مثلا في جمعيات كانت بتقدم دعم نقدي ودعم غذائي، كان في جمعيات بتشتغل على الرعاية الصحية والرعاية الطبية، في جمعيات بتشتغل على الخدمات التعليمية، في كان مساعدات اجتماعية للأسر الفقيرة أو للأيتام ولذوي الهمم. ده اللي احنا بنتكلم فيه، إن كل واحد بيعرف يعمل حاجة قدر يبرع فيها أو يبرع فيها. هو ده اللي حصل بقى، التشبيك اللي حصل بين مختلف الجمعيات ده بين قد إيه المجتمع المدني يقدر يكون مشارك بشكل فعال ويكون متواجد وسط الناس بمبادرات وحملات خدمية مختلفة تقدر الناس توصل لها بشكل مختلف. عشان كده بنتكلم النهاردة، أو هيكون العنوان الكبير اللي بنشتغل عليه طول الحلقة النهاردة، العمل الأهلي والتنموي في مصر، إيه اللي حصل فيه بعد 10 سنين من ثورة يونيو. خلينا نصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.